السؤال الأول في هذا اللقاء جاء في رسالة من المستمع ابن علي الحسين من المغرب، يقول في سؤاله الأول: هل الإنسان إذا صلى الصلاة الفريضة بالناس ثم تذكر بعد الصلاة أن في ثوبه نجاسة أو قد حمل معه في جيبه نجاسة لكنه لم يتذكر إلا بعد الصلاة، يقول هل صلاته بالناس صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا عليه أن يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. إذا صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة ولم يعلم بها أو كان عالما بها ولكن نسيها، صلاته صحيحة سواء كان إماما أو مأموما والحمد لله، لكن عليه أن يغسل النجاسة للمستقبل، للصلاة بالثوب للمستقبل. نعم.